ثمة وصايا تسمعها كل يوم بقضية العبادة والصلاة وبر الوالدين، هذا حق عظيم، لكنه يعني يقوله كل أحد. لكن في نقطة جزئية مهمة لأبنائنا الطلاب، وإن كانوا يعني صغار عليها لكن قد يكبرون غدا إن شاء الله، مسألة مهمة وهي: لا تصنع شيئا يكون عليك سبة إذا كبرت. هذه أهم قضية، ضحى بين عينيك، العظيم من يوم ما يولد عظيم. فلا تضع تصنع شيئا يكون عليك سبة إذا كبرت، يعني لا تقول بعد ذلك أتوب وأترك وأعقل. حتى لو عقلت، ترى الزملاء أصحابك رأوك، فغدا لو جئت على أنك وزير أو على أنك شيخ أو على أنك إمام، لن تخلو من حاسد، سيشيعون هذا عنك ويذكرون بماضيك. أنا لا أتكلم عن قضية التوبة والعلاقة مع الله، لكن قدر الإمكان يا بني في معاصي مقبولة، مو مقبولة أنها جائزة، يعني تمر على كل أحد لا يكاد يسلم منها أحد، هذه أمرها واسع، لكن لا تجعل مسألة ما سبة حتى غدا إذا وصلت إلى أمر ما عيرك الناس بها. حافظ على قضية طهارة ثوبك كما جاء في القرآن حتى تصل إلى مقصودك. هذه هي أهم قضية في المسألة. أما قضية الطلب يا بني، لا تجعل بينك وبين المعرفة حجاب، لا تجعل بينك وبين المعرفة حجاب. اقرأ مع احترام وسائل التواصل وما فيها، وهذا أمر حق، لكن اقرأ بصوت مسموع حتى تستطيع أن تصل إلى مقصودك. ينطلق لسانك، تكتسب كثيرا من المفردات، تتعود على الجرأة، كل هذا بالقراءة المسموعة بينك وبين نفسك. حياة العظماء تبدأ بالتقليد، قلد، انظر إلى أحد الأكابر وقلده، إذا قلدته بعد حين ستصبح إن شاء الله تعالى أحسن منه.